يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة؟ ما المراد بالعينة؟ المراد بالعينة أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل من المؤجل، بثمن حال أقل من المؤجل، سمي عينة لأنه رجعت إليه عين ماله. هذه من وسائل الربا، هذه من وسائل الربا. نعم، أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المدين بثمن أقل من المؤجل، هذا كأنه باع دراهم أكثر منها وجعل السلعة حيلة للزيادة.